السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي إيجاد التباين والانحراف المعياري والمدى. ناخذ مثال بسيط، شركة لاستيراد الموبايلات أحد فروعها في بغداد تم شراء 6 أنواع من الموبايلات. الأنواع هي سامسونج، الهواوي، النوكيا، والأبل، والإل جي، بألوان مختلفة وأسعارها موجودة من ضمن المثال. نجي لإدخال البيانات. أولا نجي للفيربل فيو، ندخل الموبايل، نوع هذا الموبايل هو السترين. أوكي، وهنا نكتب اسم الموبايل. بعد ذلك راح نخلي المحاذاة وسط نوسط. نجي المعلومة الثانية هي سعر الموبايل، السعر. السعر هنا راح استخدم الدولار. ناخذ هذا الاختيار. اوكي، ناخذ الديسيمال 2 بعد الخارزة ونوضح شنو سعر الموبايل. نفس الحالة، محاذاة إلى وسط. هذه المعلومة الثانية اللي هو لون الموبايل. لون الموبايل اللون. لون الموبايل سترين. اوكي، لون الموبايل، لون الموبايل. راح ناخذ هنا 3 أنواع من الموبايلات. ناخذ اولا نقطة رقم 1 للون الأبيض ونضيف. ناخذ رقم 2 لون الأسود ونضيف. وناخذ رقم 3 أخرى. اوكي، وهنا السنتر. نجي ندخل البيانات. هنا الموبايل راح ادخل اسم الموبايل، السعر راح نعطيه 288، اللون راح نعطيه الأسود. أجل النوع الثاني الهواوي. الوان راح نعطي اللون ابيض. نجي نعطي النوع الثالث السامسونج. راح نعطي السعر
نجي على ال LG. LG 230 دولار. اللون هو الأسود. هنا عندي 5 ألوان، أخذ لون سادس بما أنه شركة. أنواع أخرى راح ناخذ سوني. مليت البيانات، اجي انا رايز تحميل وصفي ابدأ سيكريت. راح اخذ هنا سعر الموبايل من اوبشن، راح هنا راح اخذ الستاندارد ديفيجن والرينج. هذا الستاندارد ديفيجن والرينج بيرنس. هذا الجدول يوضح لي الديزاين والانحراف المعياري والمد. شكرا للإصغاء.